السلام عليكم. سنفتتح في هذه الحلقة سلسلة كيف تصنع، والتي من خلالها سنتعلم كيفية صنع نسخة مشابهة للعبة ما، والتي ستكون في هذا المقطع ممثلة بلوجو. في البداية نقوم بالبحث عن صور البطاقات، نختار ما يناسبنا منها عن طريق الموقع لوجو أونلي. نقوم باختيار البطاقة والضغط عليها، ثم نقوم بحفظها على الحاسوب. بعد جمع الصور وخلفية البطاقات، نقوم بإنشاء ملف وورد والدخول له لتعديل الصور وتجهيزها للطباعة. نقوم بعمل الورقة على وضع مستعرض، ثم نقوم بتشبيك الورقة قبل البدء في تحميل الصور. نختار بعدها خلفية البطاقات ونبدأ في العمل عليها. يمكنك اختيار القد التي تشاء، في مثالنا هذا اخترنا 3.8 سنتيمترات كطول وعرض للبطاقات، كما يفضل تقطير الخلفية باللون الاسود لتسهيل عملية التقطيع. ننسخ بعدها البطاقات على ابعاد الورقة ونمر لصور البطاقات. نشتغل بنفس الطريقة والمقاسات المستعملة في الخلفية كما تلاحظون. يفضل استعمال برنامج فوتوشوب لضبط المساحات والمقاسات. يمكنكم اختيارات مقاسات مختلفة كهذه مثلا، التي تعادل 6 سنتيمترات، أو استعمال القياس الحقيقي كما في اللعبة الأصلية أي 8 سنتيمترات. بعد حفظ البيانات نقوم بإنشاء نسخة PDF ونمر للطباعة. يمكنكم طباعة ورقة تتضمن شرح للبطاقات أو تذكير بالأدوار وغيرها. بعد الطباعة نكون قد حصلنا على نسخة بهذا الشكل باستعمال ورق لاصق للطباعة، وبعدها ألصقته فوق ورق مقوى لتصبح البطاقات سميكة. بعد حصولنا على ورقة بحجم A4 تقريبا، نقوم بتقطيع الحواف بهذا الشكل لضبط عملية اللصق. سنحتاج الآن لصاق ومقص، وإذا كنتم تملكون العلبة يمكنكم تزيينها واستعمالها كحامل للبطاقات. نمر الآن لتلصيق صور البطاقات مع الخلفية. نحصل على ورق بهذا الشكل، نضعه جانبا ليبرد، ثم نقوم بتزيين العلبة. ويمكننا الاستعانة إما بالورق المقوى واللصاق أو استعمال الورق اللاصق مباشرة.
بعدما انتهينا من العلبة نعود لتقطيع البطاقات. ونكون قد حصلنا على بطاقات بهذا الشكل. هناك طريقة ثانية حيث نقوم بتقطيع الصور وحدها ثم الخلفية وحدها كما تشاهدون، ومن ثم نعود لنقوم بالتسليق. وتستعمل هذه الطريقة للأشخاص غير قادرين على ضبط المساحات في برنامج وورد، فلا يهم في أي مكان وضعت الصورة في الورقة لأن التسليق يكون آخر شيء. نحصل في الأخير على علبة رائعة للعبة لوغارو بهذا الشكل والجودة. وفي الأخير لا تنسونا باللايك، الشير مع أصدقائكم، السبسكرايب. دمتم بخير وإلى اللقاء.